وينضم الينا عبر الهاتف مشاهدينا الدكتوره حنان شلوف الناشطه السياسيه. دكتوره حنان اهلا وسهلا بك في السابعه على قناه التناصح. وبدايه البعض فسر اللقاء الاول على انه محاوله لجس نبض لمعرفه من يعارض دخول حفتر للعاصمه. بحسب هذا التحليل دكتوره، هل يمكن اعتبار لقاء السراج او لقاء القاهره المرتقب هو التفاهم الفعلي لاتمام تسليم العاصمه لحفتر؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. بداية تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام. حياك الله. أخي الفاضل، أعتقد أن هذا اللقاء يأتي استكمالا لمسيرة التفاوض التي تمثلت في حوار الإمارات، وليس مجرد جس نبض وتفاوض جديد. مسيرة المفاوضات كانت حتى ما قبل لقاء الإمارات وما قبل لقاء القاهرة الأول الذي فشل في بسبب رفض حفتر مقابلة السراج. المفاوضات مستمرة، ولكن متى يتم الإعلان ومتى يصل إلى صيغة تفاهم محددة؟ نحن لا ننسى تصريحات عاجلة أن هناك ضغوط دولية من أجل جلوسهم جميعا، وأعتقد أن هناك مسيرة للتفاوض حول المناصب قد بدأت بالفعل بين السراج وبين حفتر، وأعتقد هذا الاستكمال في الإطار الدولي، لأن أنا تعلم أن هناك اتفاق سياسي يحتاج إلى التعديل من خلال مجلس الدولة ومن خلال البرلمان، مع اعتقادنا الجازم أنهم متى وصلوا إلى صيغة تفاهم مرضية ما بينهم سيتجاوزون مجلس الدولة والبرلمان كما تجاوزوا سابقا البرلمان والمؤتمر الوطني. فأعتقد أنها مسيرة واستكمال التفاوض في إطار النفوذ الدولي، أن مصر والإمارات كلاهما يقول أننا مسيرون على ملف المنطقة الشرقية، أو أننا نرعى الطرف هذا الطرف في التفاوض. والآن التفاوض، ما زلنا نكرر هذا الأمر، هو تفاوض سياسي عسكري، سياسي يمثله السراج وعسكري يمثله حفتر. باقي الأطراف خرج من بين أيديها مشروع التفاوض نهائيا. طيب دكتورة حنان، البعض يقول أن هذه التحركات هي محاولة أو محاولة من جانب كل طرف لإنقاذ الآخر، لأن كل ما خططوا له ربما قد فشل، سواء كان على الجانب العسكري بالنسبة لحفتر أو على الجانب السياسي بالنسبة للسراج. ما في ذلك شك، احنا كنا سنصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات بشكل أو بآخر. كل ما هنالك أنه تم إخراج الثوار من المعادلة، تم إخراج الأجسام السياسية التي من الممكن أن تمثل الثوار من المعادلة، تم إخراج أيضا مؤسسات الدولة من المعادلة، وهذا يكون في مصلحة المجتمع الدولي أو الغرب بصفة عامة. والآن سيجلسون إلى هذا التفاوض ما بين المؤسسة العسكرية وما بين المؤسسة السياسية التنفيذية. ولا ننسى أمر آخر، وهو أن كلاهما من أطراف عملية الكرامة، سواء كان السراج أو حفتر، هما لسان وقوان وعملية الكرامة، ومن ثم يأتي هذا تهديد المفاوضات وهذا الشكل لإخراج توحيد إطار هذا التيار الذي أصابه نوع من الانشقاقات بسبب الاستعجال في التوقيع على الاتفاق السياسي أو الموقف من الاتفاق السياسي دون ضمانات.